من الفنانين الذين شاركوا في أسبوع الفن في دبي، فنانة سعودية لفتت الأنظار بالرسم بالخط العربي على باص متحرك. لنتعرف عليها وعلى فنها تنضم إلينا في الاستوديو الفنانة السعودية مودة محتسب. صباح الخير مودة. صباح النور مودة. كيف بداية الموضوع؟ كيف مشاركتك كانت في، هي مسابقة أتوقع صحيح؟ هي طبعا عبارة عن مسابقة من تنظيم أرت بس ودبي كولتشر، فكانت مسابقة مفتوحة للإماراتيين وبرضو السعوديين، فشاركت فيها وهو اختاروا 3 فائزين واللهم لك الحمد تم اختياري. وكانت فكرة الكتابة اللي هي عبارة عن مثل أو مقولة من عبارة من سمو الشيخ محمد، تتكلم عن محمد بن راشد المكتوم، تتكلم عن أهمية القراءة. جميل. طيب خليني أسألك، أنت كم ليكي تقريبا يعني بتكتبي بالخط هذا؟ 7 سنين. 7 سنين إلى الآن؟ إلى الآن. هو بداية تعلمت في البداية، كنت أتعلم الفن الجرافيتي. من زمان خطك حلو؟ هو صراحة خط هذا مو مرة حلو، بس هو الخط الكاليغرافيتي، هو فن الكاليغرافيتي يتميز بالعبارة عن فن جمال الخط. وبعدين بدأت أمارسه كثير بديفرنت ماتيريالز، بحاول أني أحط لمستي أنا نفسها في الخط العربي. جميل. هو عبارة عن خط وليس رسم، ولا في عنصر رسم في يعني الخطاط غير الرسام؟ هل هذا يجمع الاثنين سويا؟ هو بيجمع الاثنين سويا. هو طبعا فن الكاليغرافيتي. كيف التكنيك تبعه؟ هو بالفرشة بالبخاخ، بس حاليا أنا بأركز بالفرشة أكثر، لأنه في بداياتي كان بالبخاخ معي بالفرشة. هو فن الكاليغرافيتي عبارة عن فن الكاليغرافي اللي هو الخط العربي أو الخط اللي حتى الصيني، الرسم الخط. جرافيتي هو الفن الشارع، فهو الكاليغرافيتي هو دمج بين الشين دول. طيب مودة، كيف وصلتي الى المسابقه هذه؟ يعني انت موجوده كنتي في السعوديه، ايش اللي حمسك؟ ايش سويتي؟ يعني الان في ناس كثير زيك عندهم مواهب بس انهم ما بتقدموا على المسابقات. هو انا عشان جدا مهتمه بالفن، فكنت دائما اتابع ارت دبي وكل الاكزيبيشنز اللي بتصير، المعارض اللي بتصير. فمن هذه المعارض ومن هذه المشاركات لفتني الارت بس، وعرفت ان هي مسابقه سنويه بتصير، فقلت يعني ليش لا اجرب واقدم للمسابقه. جميل. درستي هذا الفن او هو هوايه فقط؟ هو والله هي هوايه فقط، بدات هوايه. والدتي طبعا كان لها دور بانها هي كانت تعلمني كيف اكتب اول شيء بالمقلوب. بعدين والدي كان يخليني اشخبط في الجدران، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني والدي ووالدتي اكيد كنت تضرب ابويا كثير الحيطه، كثير بس والدي كان طبعا دائما يحفزني وكان دائما لما يكون في مثلا مسابقات عالميه وزي كذا كان دائما يعطيني الفرصه اني اروح عشان زي ما تقولي تنمي هذه الموهبه. طب دراستك بعيده عن هذا الموضوع؟ لا انا ثالث سنه جامعه موشن جرافيك ديزاين في دار الحكمه. يعني قريب. طيب جميل، الله يوفقك عموما بالتوفيق، وان شاء الله توصلي الى العالمية باذن الله. اليوم كل احد بيجي معنا لازم يوصل للعالمية بصراحة، انتم تمثلون خير تمثيل. شكرا. واحساس جميل لما هي ماشية في الشوارع تشوف رسوماتها على الباصات. اكيد احساس جميل. يعطيك العافية مودة. شكرا جزيلا.